بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ مركز صاحب السمو الملكي الأمير الراحل محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه، وبعد مركز الديوان الملكي ومركز سمو رئيس الوزراء، نستعرض معك أيها المشاهد مركز صاحب السمو الملكي الأمير الراحل محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه. فبدعوة كريمة تلقيناها من سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة، قامت كاميرا البرنامج بجولة في مركزي الجنبية والرملي، حيث أطلعنا على خيرة الهجين والأصايد من النجايب التي حافظ عليها المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة وأولاها جل اهتمامه. ويعتبر هذين المركزين من خيرة المناطق في المملكة التي تحتضن الهجنة وترعاها. ففي هذا المركز، مركز الجنبية، أتى صاحب السمو الملكي الأمير الراحل محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بالإبل منذ أكثر من 45 عاما، أي منذ أواخر الستينات، وقد كانت قبل ذلك في مركز الرفاع داخل ديوان سموه طيب الله ثراه، كما كانت توجد في القصور والبيوت أيضا مثل قصر القضيبية وبيت الشيخ عيسى في الجسرة. وفي مركز صاحب السمو الملكي الأمير الراحل محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة من الإبل الأصيلة التلايد التي ورثت أبا عن جد، أي منذ حكم آل خليفة للبحرين وهذه الإبل معهم. وقد امتاز سمو الأمير الراحل بالحفاظ على هذه الإبل وأصالتها وتراثها العريق المرتبط بآل خليفة، أي أنه حافظ على نسلها. ومثال على ذلك مشاهدنا العزيز، أولا فرحة، قام سمو الأمير بإطلاق بعض الأسماء عليها مثل فرحة العجوز لكبر سنها، فرحة المتينة لسمانتها، فرحة مري لكثرة الحليب، فرحة نعمة نسبة إلى المزرعة نعمة، فرحة مكسورة الحنج، فرحة المدربة. ثانيا سمحة، سمحة السيد، سمحة المسكينة، سمحة السودة، سمحة إخلاص. ثالثا عرجة، رابعا بويضة، خامسا دبيسة،
سادسا سدوة، سابعا الهارم. ولم يقم سمو الأمير الراحل بمزج الإبل بإبل أخرى إلا إذا كانت أصيلة، مثلا من سلطنة عمان، رزيلة، لاسكية، خوارة، بنت الوري، القلعة، هملور، خميسة، لدوة، خريبيشة، أمصيحة، أضبية. وشهوات من الإمارات العربية المتحدة، والعطوة من باكستان. أما الأفحل فهي أصيلة، لم يأتي بأفحل من الخارج، وهي الأفحل الأصيلة الموجودة في البحرين، مثل سمحان السيد، جاء هدية من سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة قبل 35 عاما. وإليكم أيها المشاهدون أمثلة على هذه الأفحل. أرجان من مواليد 10 أغسطس 1990، أمه عرقة وأبوه فرحان. فرحان خلاص من مواليد 11 نوفمبر 1991، أمه فرحة وأبوه فرحان. عرجان من مواليد 3 فبراير 1992، أمه عرجة وأبوه بويضان. فرحان من مواليد 11 ديسمبر 1992، أمه فرحة وأبوه بويضان. فرحان من مواليد 15 مارس 1998، أمه فرحة وأبوه فرحان. فرحان من مواليد 12 ديسمبر 1998، أمه فرحة وأبوه سمحان السيد. لدوان من مواليد 24 ديسمبر 1998، أمه لدوة وأبوه سمحان الثاني. عرجان من مواليد 2 نوفمبر 2000، أمه عرجة المبروكة وأبوه فرحان. عرجان من مواليد 3 ديسمبر 2000، أمه عرجة وأبوه عرجان. سمحان من مواليد 15/3/2004، أمه سمحة وأبوه فرحان. لدوان من مواليد 5 مارس 2004، أمه لدوة وأبوه سمحان الثاني. بويضان من مواليد 21 أكتوبر 2004، أمه بويضة وأبوه فرحان. سمحان الثالث من مواليد 22 مارس 2005، أمه سمحة وأبوه فرحان. فرحان من مواليد 4 مارس 2006، أمه فرحة وأبوه فرحان. سمحان الرابع من مواليد 21 فبراير 2009، أمه سمحة وأبوه فرحان. بويضان من مواليد 15 فبراير 2009، أمه بويضة وأبوه عرجان. سمحان من مواليد 2 يناير 2010، أمه سمحة وأبوه سمحان الطويل. عرجان من مواليد 9 سبتمبر 2010، أمه عرجة وأبوه لدوان. رزيلان من مواليد 10 سبتمبر 2010، أمه رزيلة وأبوه فرحان. دبيسان من مواليد 19 أكتوبر 2011، أمه دبيسة وأبوه سمحان السيد. كما كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه يتواجد بالمركز بصورة منتظمة شبه يومية، حيث إنه كان يستمتع بالنظر لتلك الإبل الأصيلة ويعتبرها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وكان طيب الله ثراه يأمر الراعي بإحضار الإبل المفضلة له ويجعله يرسخها أمامه وهو جالس على الدكة ليتمتع بالنظر إليها، ومنها سمحة وفرحة وعرجة. وكان رحمه الله يفضل أن يستقبل ضيوفه في المركز ويعرض على المقربين منهم المميزة من هذه الإبل، مثلا سمحان الطويل والذي يبلغ طوله وارتفاعه 7.7 قدم. وهذا الفحل حالة نادرة، وقد رحب طيب الله ثراه بزيارة جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عند توليه مقاليد الحكم لسموه في المركز. وبعد وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه، قام أبناؤه برعاية تلك الإبل الأصيلة، حيث زرع في أبنائه حب الإبل والاهتمام بها والتمتع بالنظر إليها منذ صغرهم. وقد قام سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان الخليفة حفظه الله ورعاه بزيارة الإنتاج والاهتمام بنسلها ورعايتها صحياً،
حيث قام سموه بتعيين الطبيب المختص لها، وأقام مركزا للزوار في الجنبية يرتاده المواطنين والأجانب، وحتى المدارس، كما قدم سموه حليب النوق مجانا للمرضى والمواطنين. وقد حصل سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان الخليفة على بعض الإبل من عمه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه عام 2003، وكانت من نفس السلالة الموجودة في مركز الجنبية وكذلك مركز الرملي، وقام سموه حفظه الله ورعاه بالإنتاج منها. ولمعرفة المزيد عن مركز صاحب السمو الملكي الأمير الراحل محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، تعالوا معنا في هذه الجولة. مركز سمو الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في وادي غراب. نتواصل معك عزيزنا المشاهد، ويسعدنا إطلاعكم على جولتنا في مركز سمو الشيخ راشد بن عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه. فمركز الشيخ راشد يضم خيرة النجائب من الهجن، ويوفر خدمات كبيرة وبيئية مناسبة للهجن، كونها من التراث البحريني الأصيل وامتداداً لتاريخ الآباء والأجداد. أما هذا المركز أيها المشاهد فهو يشتمل على جميع أنواع الهجن، وقد اهتم أنجال سموه طيب الله ثراه وهما سمو الشيخ فيصل وسمو الشيخ محمد بالمحافظة على هذا الإرث والحلال، وواصلوا نهج والدهم. وخلال بحثي ومتابعتي وجدت أن جميع المراكز آنفة الذكر تحتوي على نفس الفحول والأصايل ونفس الألوان الحمر والشجر والصفر، حيث تقوم تلك المراكز بتهادي الفحول وبعض الهجن، وهذا ما كان يفعله الآباء والأجداد منذ القدم، وذلك للمحافظة على أصالتها، وأيضا لتحاشي دخول دماء غير دماء تلايدها للبحرين. لا
ونأتي هنا لتعريف الوسم. فالوسم أيها المشاهدون الأعزاء عبارة عن علامات مبهمة توضع في أماكن متفرقة من جسم الناقة عن طريق الكي، ما يعد دلائل وعلامات تميز ملكية الأفراد. أشكال الوسم مختلفة ومواقعه متفرقة، يحكم شكل الوسم وموقعه التوارث لأشكال ومواقع وسم الآباء والأجداد، كل على وسم أسلافه. فعندما يتم مثلا الحوار عامه الأول، سوف يكون لزاما أن يأخذ شكل وسم القطيع المميز على أحد جانبيه، وهذه النار تتوهج واحمرار المياسم يطغى على جمرها، فهو الملكية فضلا عن كونه دليل يستدل به على الضالة من الإبل أو الهجن. العرقاه، وهو الوسم الذي يستخدمه الخليفة. وترجع أهمية الوسم مشاهدون الكريم بالنسبة إلى القبائل أصحاب الأملاك من الإبل والهجن، حيث يعد الوسيلة المتفقة عليها لتمييز الأملاك عن بعضها، وهو تقليد عربي قديم واتخذه الخلف عن السلف، والعمل به سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعد الوسم شعار القبيلة، كما يعد من الناحية العرفية والقانونية والقضائية من وسائل إثبات الملكية، وهو أيضا من دلائل وحدة النسب وروابط القربة. ولدراسة الوسم أهمية في معرفة أشكالها ورسومها، ويعين على فهم المفردات والمعاني التي يتضمنها الشعر العربي الفصيح وكذلك الشعر الشعبي. الإبل عند آل خليفة ملوك البحرين. وعودة إلى التاريخ القديم، تعود أصول الهجن عند أهل البحرين إلى الإبل المهرية والعمانية، وقد قال في ذلك محمد بن خليفة النبهاني: يوجد في البحرين نجائب الإبل العمانية، كما قال رشيد بن عمار الجديع آل بن علي من سليم: ركبنا بمال من رجال وسفنا، تصاول بنا شرو المهار العوايد، يجدونها ربعي من أولاد سالم، مصاريعها ما بين روس الوسايد. وقال ابن الفقيه: قال بعضهم: قدمنا البحرين فلحقنا أعرابيا على الناقة، لها صغيرة قد أكل الجرب جنبها، ومعنا إبل لم ير الناس مثلها، فقلنا: يا أعرابي، أتبيع ناقتك ببعض هذه الإبل؟ قال: والله لو أعطيتموني بها جميع إبلكم كلها ما بعتكم. قلنا: فلك 100 دينار. فأبى، ونحن في كل ذلك نهزأ به، فقال: لو ملأتم جلدها ذهبا ما بعتكم. قلنا: فأرنا من سيرها شيئا. قال: نعم. فسرنا فإذا نحن بحمير وحش قد عنت، فقال: أي الحمير تريدون أن أعرضه لكم؟ فقلنا: نريد إير كذا. فقمزها ثم زجرها، فمرت ما يرى منها شيء حتى لحقت الحمير، ثم تناول قوسه فرمى، فلم يخط الحمار، فلم يزل يرشقه حتى صرعه، ولحقناه وقد ذبحه، فلما رأينا ذلك ساومناه بجد، فقال: ليس عندي من نسلها إلا ابن لها وابنة، ولا والله أبيعها أبدا بشيء. وقال الشاعر في المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين سابقا: اقطع نسيب ذا عطاه النسيب، ما شاف عيسى لا عطى لابن حنزاب، من الهجن والخيل يعطى النجيبة، وكثر العطايا ما عرفنا لها حساب، حتى المحامل اللي قبلت له نصيبة، احموها بين العواني والأصحاب. لقد اعتنت الأسرة المالكة في البحرين بالهجن خاصة منذ زمن بعيد، وأشهر الفحول العمانية لآل خليفة التي وصلنا ذكرها: بنات صيدح، بنات مصيحان، بنات عرقان،
ومن هجن المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين سابقا، وجد جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه بنات شجران، مصيحة، معدية، سدوة، ضبية. مشاهدنا الكريم، لا تزال رحلتنا في هذا البرنامج مستمرة ومليئة بالمعلومات، فدعونا نتوقف عند أصوات الإبل. تصدر الإبل أصواتا للتعبير عما في داخلها مثل الرغاء، وهو تعبير الإبل عن الفزع والتضجع. الضبح، وهو صوت إصدار الهواء عند الفزع بلا رغاء. الحنين، وهو صوت تعبير الإبل عن إحساسها فتحن إذا فقدت حوارها، ويحن الحوار إذا فقد أمه، وتحن الإبل إذا تفرقت وفقدت بعضها البعض خاصة إذا كانت متآلفة، وتحن إذا رأت أصحابها، وتحن الإبل إذا عطشت. الإرزام أو إرزام، وهو نوع من الحنين ولكن فيه تعبير مختلف في ترديد الصوت، وعادة يكون منخفضا قليلا، وكثيرا ما ترزم الإبل عند العطش. الإهجال، وهو نوع من الحنين فيه تعبير أكثر، وكثيرا ما تهجل الخروج. الأولى، وهو صوت الإبل عند الجوع والظمأ. ضراب الإبل وتناسلها. بطبيعة الحال أيها المشاهدون، فإن موسم تناسل الإبل يختلف باختلاف المناطق، ولكن المألوف أنه مصاحب لحلول الفصول الرطبة، وقد يحدث التناسل في فصل الصيف، وتصبح ذكور الإبل بالغة عندما تبلغ 4 إلى 5 سنوات، بينما تبلغ الإناث عند عمر 3 إلى 4 سنوات. ومع هذا فهي لا تتكاثر إلا عندما تكبر، والأنثى تظل قادرة على الإنجاب حتى يصل عمرها إلى 30 سنة. وفترة الحمل في النياق 1 سنة كاملة إلا إذا مدت الناقة، فقد يصل الحمل إلى 13 شهرا. ويصبح البعير قادرا على الضراب وهو جذع ابن 5 سنوات، وتقول البادية الجذع لذع والثني وني. ويصبح البعير فحلا كاملا عندما يكون رباعا. والقاح الأنثى وهي صغيرة بين 3 إلى 4 سنوات مضربها، إذ أن رحمها لا يزال في طور النمو والاكتمال. وهياج الإبل عادة في فصل الشتاء عندما تبرد الأرض ويبدأ النبات بالظهور، وذلك من أكتوبر حتى نهاية مارس تقريبا. ومن أشهر الإبل متابعين الأعزاء ناقة الله لقوم ثمود، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، وهي التي هاجر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب، وقال للأنصار حين استقبلوه اتركوها فهي مأمورة. ناقة البسوس، ناقة خلوج ابن الرومي، ناقة خلوج العوني. كما أن هناك مشاهدين الأعزاء صفات تدل على زين الناقة أو الفحل، ومنها الرقبة، يجب أن تكون طويلة وممتدة إلى الأمام ونحيفة ومعتدلة، وتكون مع الغارب زاوية لا تزيد عن 95 درجة، وإذا كانت الزاوية أقرب إلى القائمة كانت من أفضل المزاين. والعكس في المزاين، فالرقبة القصيرة والعريضة والمتدلية غير مرقوبة، وهي تكون مع الغارب زاوية درجتها أكثر من 120 درجة، أي زاوية منفرجة. والغارب أيها المشاهد هو المنطقة التي بين السنام والرقبة، وتفضل ذات الغارب المارق، أي المرتفع إلى أعلى والممتد إلى الأمام. السنام، فالسنام الطويل المتأخر مشاهدنا أفضل من السنام القصير المتقدم، وأن يكون متأخرا وعريضا مستديرا. والبعير الساند أفضل من المنتكس. والساند يعني أيها المشاهدون أن تكون قوائمه الأربعة متساوية الطول، أما المنتكس فتكون ذراعيه أقصر من ساقيه، فيبدو وهو واقف كأنه مائل إلى الأمام. وهذا من العيوب
التي يغض عنها الطرف إذا كانت بقية الصفات مكتملة في الفحل أو شبه مكتملة. جنب البعير، وبطبيعة الحال فإن الجنب الطويل أفضل من الجنب القصير، والبعير الطويل أفضل من القصير، ويقاس الطول من الأرض وحتى نهاية شعفة السلام. كما أن البعير الأفحج أفضل من الذي ليس به فحج، والأفحج يعني تباعد ساقيه من الخلف، بمعنى أن تكون المسافة بين العرجوبان واسعة فحجاء، وأن تكون جليلة عظم الكراع. وكلما كان البعير له عرجوب كان أفضل من غيره، والذيل العريض أفضل، والذيل الطويل في المجاهيم مطلوب، بينما الذيل العريض القصير يكون في المغاتير أفضل ويعد من المزاين، والطول من النظرة، ولا يشترط أن يصل إلى العرجوب. ومن الصفات أيضا مشاهدين الكرام التي تدل على زين الناقة أو الفحل إسبال أو شرب، وهي أن تكون ضافية ومهدلة إلى الأسفل، طويلة اللحية، أن تكون أفخذها مكتنزة باللحم، أن يكون خدها عريضا والأس كبير، وأن تكون جليلة عظم الساق، وأن تكون ذات نحر وزور واسعين، وأن يكون الذراعين جليلي العظم، وتكون العظام عريضة. أما بخصوص الأذنان فتفضل ذات الأذنان الحادة الطويلة، وأن يكون الخف واسع الاستدارة، وتكره ذات الخف الصغير. إشعافة الأسنان، وهو الشعر الذي يغطي الأسنان، وتفضل ذات الشعر الكثير الملتوي كأنه حلقات، لأن ذات الشعر المستقيم السائب لا ترغب. كما تفضل ذات العرنون المرتفع المقوس، وأن تكون الشاكلة طافية وغير مرتفعة. للإبل مشاهدين الكرام حرارة كسائر الحيوانات، حيث يتجنب الجمل فقدان الماء بكميات كبيرة أثناء إفراز العرق بفضل التنوع الواسع في درجة حرارة جسمه. فدرجة حرارة الجمل الذي يقطع الصحراء تكون حوالي 34 درجة مئوية في الصباح، وتصل بعد الظهر إلى درجة مقدارها 40.7 درجة مئوية. ومع ذلك فإنه لا يبدأ بإفراز العرق إلا عندما تصل درجة حرارته إلى أقصاها. أمراض الإبل. للإبل المتابعين الأعزاء أمراض كسائر الحيوانات، فهي تصاب بأمراض كثيرة، بعضها معروف تتكرر إصابته، والبعض الآخر إما نادر أو مستجد غير معروف، يجهل البدو مسبباته وطرق علاجه. وقديما كان راعي الحلال يقوم بعلاج الإبل بالكي، أما في عصرنا الحالي فهناك الأطباء البيطريين والعيادات الخاصة. ومن الأمراض التي تصيب الإبل الجرب، القرع، وأمراض الجهاز العصبي المركزي. مقتنيات الإبل. للإبل مشاهدين الكرام مقتنيات ومواد ولوازم صنعت خصيصا لركوبها وعسفها، الأربطة الخاصة بالإبل، الشكيمة والعسف. للإبل طبائع مثل البشر في عطفها وولفها لبعضها ومعرفتها لشكل أصحابها وأصواتهم وحنينها لجيرانها ومعرفتها لموارد المياه، ويتم عسف الإبل على مراحل. وضع شيء على ظهرها وهي في مربطها، ثم تركها تسير مع بقية الإبل أو قيادتها، ثم ركوبها. وهناك لعقر، وهو عبارة عن حبل مبروم من الوبر أو الصوف بطول متر تقريبا، تعقر به أحد قوائم البعير. الجيد، وهو من الوبر أو الصوف أو ليف النخيل مبروم الوسط ومدكوك من الطرفين،
تربط به قوائم البعير الأمامية فقط بطول 50 سنتيمتر. الهجار حبل يربط بالقائمة الأمامية والقائمة الخلفية لمنع البعير من الهرب. أذرع شبيه بالقيد لكنه يربط بالذراع فوق الركبة في القوائم الأمامية. وهناك كذلك الخزام، ويصنع عادة من الهلب ويربط في الأنف بعد أن يشق ويربط به حبل، ويستعمل فقط للبعير الصعب الغير مطيع. كما أن هناك لوازم لركوب البعير والذلول، وهي أشداد، وهو مصنوع من الخشب وتشد أجزاؤه بوتر الجلمد الذي يستخرج من وتر عنق البعير، وذلك لربط أجزاء الأشداد ببعضه. الجنايب، وهي عبارة عن قطعة صوف بعرض 5 سنتيمتر تقريبا وطول متر، وتوضع على جنبي الناقة لتجميلها. المحجان، الغرض منه ربط المسامة على ظهر البعير. السفايف، وهو نسيج من الصوف المزركش تتدلى من الجانبين تعلق في الشداد الخلفي. النطع، نسيج مزخرف بشكل بساط يوضع فوق الخرج من الأمام إلى الخلف، ويوضع على الشداد حتى يتدلى من الخلف على العيز. الميركة، تسمى الدويرع، تصنع من الجلد أو جلد الغزال المضفور، توضع فوق كتفي الذلول، ويضع الراكب قدميه عليها أثناء الركوب، منظرها جميل وتحمي عقب الراكب. ومن اللوازم أيضا الجاعد، وهي أيها المشاهدون فرشة مصنوعة من جلد ضار مدبوق ولا يزال عنه الشعر، وهو شبيه بالفروة، يوضع فوق الشداد ليعطي راحة للراكب. الهودج، وهو غرفة من الخشب لها باب وشباك، وتوضع على ظهر البعير لركوب النساء، وهي مزخرفة بالنسيج الملون. الخرج، حقيبتان متصلتان لبعضهما مزخرفتان بالألوان الزاهية، وهما من الصوف بشكل مثلثات ومربعات، وأشهرها الخرج التبوكي من تبوك، وفي كل حقيبة 7 هدبات بطول 50 سنتيمتر ومجموع الجانبين 14 هدبة. وأخيرا الشمالة، وهي قطعة من الصوف توضع على ضرع الناقة لمنع الحوار من الرضاعة. وكوننا ذكرنا لوازم ركوب البعير، فنذكر أيضا الهجيني، وهذا الاسم نسبة إلى الهجن، يغني راكبها فوقها فيطربها، ويجون به الطرقات فتأنس بأصواتهم وتتراقص وتشكل منظرا جميلا، بمعنى أن الهجيني هو غناء فوق ظهر الهجن يتغنى به البدوي خلال رحلته الشاقة عبر الصحراء المهلكة. وللهجيني نغمة خاصة تطرب لسماعها الإبل، مما يجعلها تتمايل وتتأرجح وتهتز طربا مع هذا الصوت. وقد يتغنى الرجل بالهجينة منفردا وهو راكب ذلولة، وقد تتجاوب المجموعة في غناء الهجيني، وذلك بأن يقوم الشاعر بذكر البيت على نغمة موحدة معروفة لديهم. وهناك عوامل كثيرة تنشأ على أساسها لهجة الهجيني تبعا للأقاليم. وداهن محتمين التعلياتي، كم عدو من مغازيه تدمر، يشهدون أهل العلوم الطيباتي، كم عدو من مغازيه تدمر، يشهدون أهل العلوم الطيباتي، كم زعيم من معاديه تحدر. وهناك اسم مقارب للهجيني ألا وهو الهجانة، وهو اسم قديم لأول دورية حدودية، وتستمد معناها من الهجن وهو الجمل، والتي بدأت بعد أن وضع حكام آل خليفة فكرة إنشاء مراكز ودوريات للمراقبة البحرية والبرية في جميع مناطق البحرين. وكانت الهجانة آنذاك تقوم بمساندة دوريات السفن الشراعية البحرية، واستمرت حتى نهاية الخمسينات، واحتفظ بها حكام البحرين لتكون من ضمن التلاين في مراكز مخصصة لها.
كما يعتبر الجمل الفحل من أشد الكائنات غيرة، خصوصا في حالة الهيجان وفي وقت التزاوج، فهو لا يسمح بوجود فحل آخر غيره في القطيع. وفي حالة وجود فحل آخر فيجب التحكم بربطهما جيدا وإبعادهما عن بعضهما، وإلا سوف يقتتلان قتالا شديدا حتى يقتل أحدهما الآخر، ويقال عن هذا حقد الجمل. وبعد أن تعرفنا على لوازم الإبل، سندخل معك مشاهدنا الكريم في موضوع آخر، وهو الصفات العجيبة التي تتميز بها الإبل. فالإبل تتميز بذاكرة عجيبة، فهي لا تنسى موطنها الأصلي الذي تربت فيه ولو بعد سنين طويلة، حيث تستطيع العودة إليه بكل يسر وسهولة. ومن الأمثلة على ذلك أن صغيرها يستطيع العودة إلى آخر مكان رضع فيه الحليب من أمه في حال ضياعه من القطيع، وكذلك آخر مراح لصاحبه. كما أن الإبل لديها قدرة عجيبة على معرفة أماكن المياه وأماكن نزول الأمطار والأراضي المعشبة، لما تتمتع به من حاسة شم قوية. وقيل عن الجمل بأمه غيور، لا يلقح أمه ولا ينزو على أخته. كذلك تستطيع الإبل التفريق بين الأصوات بدقة متناهية، فهي تعرف صوت راعيها من غيره. تتميز بسكونها وتفاعلها السريع، وتكتسب النوق ميزة خاصة في وقت التزاوج، ولها درجة من الذكاء والفطنة. فقد لوحظ أنها إذا أصيبت بمرض معين فإنها تأكل من النباتات المفيدة بعينها فتشفى، وعندما تلدغ من الحياة السامة فإنها تأكل أعشابا تمنع مفعول السم في جسمها. الهجن والتراث الشعبي والشعري البدوي المدفون في البحرين. أولا، بر الصخير وأجواء البداوة في الثلاثينات. يعتقد البعض أن البحرين منطقة سواحلية تعتمد على السياحة من خلال شواطئها وفنادقها والمجمعات التجارية، متجاهلين منطقة برية منذ مئات السنين كانت مرباع للبدو، ثم أصبحت منطقة مكشاتية للعوائل البحرينية تنصب بها الخيام في فصل الشتاء، حيث تجري فيها بعض الوديان في موسم الأمطار. وقد ذكر هذه المنطقة الشاعر البحريني محمد بن راشد النعيمي. وبما أن الشعر شاهد على العصر وينقل لنا صورة حسية عما كان عليه الحال في ذلك الزمن، اتضح التزامن والتأرخ الشعري في حقبة الثلاثينات، ليوضح أن الموتر الذي قاده البر الصخير طراز 38. وفي قصيدة أخرى ذكر حتى النباتات البرية مثل الخسامة، مما يدل على أن سكان البحرين بدوا بالفطرة. ويقول الشاعر: وما يشهر الشامي بليا جناحين، وش خانت الجيد بليا يمينه، شف الغوى طرزه 38، عون الوليف اللي تذكر خدينه، لا من فهد منها الوعر والرفاعين، انحى وبان الظل قد هو وزينه، يما صخير وشفك اللي تمنيه، هذا هواك وبد ما تصلينه. ثانيا، وصف الإبل المتواجدة في البحرين من خلال الشعر. في إحدى القصائد الرثائية في المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين، وصف الشاعر محمد بن راشد الإبل المضمرة حول القصر وداخله، والتي تفح من كثرة التعب وهي كناية عن كثرة الجهد، حيث قال: سلام يا وارث مراسيم مسلوم، بيت على أساس الثنى صوم، وصحيح بيت الذرى بيت السخاء بيت الشبموم، بيت الجمالة فالليال الشحاشية، بيت من السابق عواديه داهوم، زبن المخيل ومبرك الضمر فيه. وهنا وصف دقيق للإبل بان تلك الحقبة، صورة شعرية رائعة نقلت لنا موروث أصيل، وصف رقابها بنحلها وانعكافها كالسيوف، وزمالق الحياة والأمطار والحيد، وهو الجمل الذي اختص بالحمل الثقيل، والنضى أو النضو وهو الجمل الذي نحل وهزل من قلة المرعى. ويقول الشاعر: يا ركب يا مترحلين الرحايل، على كوار كالعياد النحايل، حراير تطوي الفيافي تونها، امنعك يا ناوي تزور الخلايل، وساعر مرافقهم جلال عضودهم، بتر الفخوذ مربعات الثمايل، هضع رقاب وغرب لكن وصفها
أكفى السيوف المذبحات السلاين، سخف المدارع ناحلات من العنا، ومن كثر سوباع الصفر والقوايل قد عانسن سواجة السير والسرى، وليل عنا برده ضرير وهايل، لا ضماها الراعي ولا صاعها الفحل، ترعى زماليق الحياة والجلايل، لين تسلي واستولي على الهوى بدال ازمن ما عن عذر وحايل، كبوهن اللي ضارين على الخلا مداغيش ربع وافين الخصايل، ويارك بعوجة بنضى وقم ساعة بقوم واكتب للعسيري مثايل، ومن عقب ذا يا ركب في أمان تلدي ما غير حكمة طايل كل طايل. وفي هذه القصيدة للمرحوم محمد بن راشد المهنا نعيمي تظهر لنا أجواء البداوة من بر ومراح وحيا وجمال، وكيف تغيرت استراتيجية البحرين من بداوة إلى حاضرة بسبب التطور والازدهار العمراني، حيث قال: مريت يا عيسى بلاد لنا يوم، يوم البقت عدل ولا به سواميح، يوم الدهر من صوبها عدل ونجوم غدرة سماها واضحات المضاويح، كانت كما روض من الوبل ماسوم، فيها الخزانة كاسي للمصابيح، وكانت وكان مراحها مرح وعموم، وسكانها سبح الوجيه المفاليح، ويوم الصعود حمولها حذفت كوب، وعود على الحملة جمال طحاطيح، جمال الرجال اللي لهم كار وسلوم، الظن واجد في سنة حبة الريح، أقوله مثلي قاله البدو وعموم، الحظر سكان المدر والفلاليح، ولا خير في قول عن الحق مزعوم، قولي وكان وبيناتي مواضيح. قد تمتزج تربية الهجن وتدريبها بين المناطق السواحلية والبر، وهذا أكبر دليل ينفي أن تكون ارتشاب ولا بالفقط له للبر، يعني ليس بالشرط أن البدوي فقط من يقتني البل، بل أيضا حتى أهل السواحل بما فيهم البحرين والإمارات. الدليل أن الشاعر بندر بن سرور حينما ذكر وصف الحمر من الهجن أدخل في قصيدته الفرضة والبحر وطريقة مشتها وتدريبها وتشبيهها بصوت اللوح، كما قال: يا راكب حمرة من الهجن سرسوح، سرسوح حيان الخلاد الربوح، تقرع كما يقرع على الفرضة اللوح، طرات في الباخرة اللقوح، طبة وبحر 90 والكل سابوح، متواعدين القول لين وصلوها، واحد كسب روح وواحد خسر روح، والله ما علي كلمته قوموها. الابل بشكل عام فيها حدس وذكاء وصبر، والحزم مرتبط فيها بالجلادة، وقد تصاب بحالة نفسية أثر رؤيتها لذبح الجمال أمامها. وبالنسبة لأعمارها، أبو 6 شهور ويعتمد على أمه يسمى حوار، وتصغيرها حوير، كما قال الشاعر: يا ليتني ما وردت رماح والعين ما شافت نوير، يا شبه وضحة على الإصلاح حاير ولا جابت حوير. ومن عمر سنة وبدأ يتناول الماء والأكل يسمى مخلول، ومن عمر سنة إلى سنتين يعتمد على نفسه كليا يسمى مفرود والأنثى مفرودة، وعمر 2 إلى 3 سنوات يسمى لقي أو لجي، وعمر 3 سنوات إلى 4 وبدأ يحمل الثقيل على ظهره يسمى حق، وعمر 7 سنوات يسمى الزمول. وإذا بتدخل الهجن السباق يجب أن تكون خفيفة الوزن، خفها صغير مع كبر حجم الصدر والرجلين تكون طوال. وتبدأ السباقات للهجن بالبحرين من عمر جذع 5 سنوات لمسافة 8 كيلو تقريبا، أما في الزمول يعني بسن 7 سنوات تكون المسافة أبعد حدود 10 كيلومتر. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال تعالى: ومن الإبل 2، ومن البقر 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فاعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. وختاما،
مشاهدين الكرام، يسعدني ويشرفني أن أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساعدني وشجعني على تقديم وإعداد وبحث هذا الفيلم الوثائقي تلايد هل البحرين، ولكل من أمدني بمعلومات ولو كانت بسيطة. أشكر جميع من ساندوني ووقفوا بجانبي وقدموا لي النصح والمعونة. أقدم هذا الفيلم لكل إنسان واع مدرك لأهمية الهجن البحرينية الأصيلة التلايد، وحريص على معرفة جميع ما يتعلق بها وكيف حافظ عليها حكام البحرين منذ أكثر من 3 قرون إلى يومنا هذا. نستودعكم الله وإلى الملتقى.